قابلت رئيس الدولة وكانت فرصة باش تحدثنا في عدة مواضيع اللي تشغل بال التونسيات والتونسيين. تحدثنا بشكل خاص على أنه لابد من خطة توضح البلاد معناها وين ماشية، وبالتالي تحدد المواعيد نتاع الفترة الانتقالية بشكل معناها نهائي. تحدثنا كذلك عن الحريات، وتحدثنا بشكل خاص على حرية الإعلام، واتفقنا على أن الإعلام يلزم يكون حر، وباش الإعلام يكون حر ضروري وأن الإعلاميين والإعلاميات تكون عندهم الحرية وتكون عندهم إمكانية كذلك التصرف في مؤسساتهم، وخاصة المؤسسات اللي تحت الحكومة بشكل منها ديمقراطي. تحدثنا كذلك على مسألة الحالة الاجتماعية العامة، ومسألة البطالة، مسألة التهميش في الجهات، ومسألة غلاء الأسعار خاصة في الظرف هذا اللي يسبق العودة معناها المدرسية. وأكدت من ناحيتي وأن تحسين حالة الشعب معناها التونسي مسألة منها ملحة، والتحسين هذا ما نجمش يجي على طريق الزيادة في الأسعار وإلا الزيادة في الضرائب. مسألة أخرى مهمة ركزنا عليها في الحديث هذا واتفقنا عليها، وهو أن أراضي تونس ليست للبيع، وأن أراضي تونس الفلاحين التوانسة وخاصة الصغار والفقارة منهم هما أولى بها باش يطوروا الفلاحة التونسية وباش يوفروا الأمن الغذائي معناها لتونس. وفي كلمة أنا أكدت وأن الاستبداد ما نجموش نقاوموه باستبداد آخر، والفساد ما نجموش نقاوموه فساد آخر، وتطوير تونس ما نجم يتم كان بالاعتماد منها على شعبها وبصيانة ثرواتها.